السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إضاءة تقنية اكتشفتها قبل كم يوم، وهي لما يكون عندك أنت شاشة الآيفون عندك يعني مملوءة بالتطبيقات، يعني 15 صفحة هي مسموح بعدد صفحات في جهاز الآيفون، وأنا نكون قاعد الصفحة الأولى نبي ننتقل إلى الصفحة الأخيرة أو الصفحات الأخيرة 14 15 13، بدل ما نقدر أنا نمرر بإصبع يعني صفحتي واحد من 15 بإصبع من ثانية، أسفل إلى أعلى، صفحتي اثنان يعني من 15، لا صفحتي واحد من 15، أو بثلاث أصابع يعني هيك بثلاث صفحتي أصابع، اثنان، صفحتي ثلاث، في صفحتي طريقة أسرع، صفحتي في طريقة أسرع الكاميرا، صفحتي واحد من 15، نكون أنا قاعد الصفحة الأولى، لما نمرر بإصبعي من أعلى إلى أسفل حيطلع لي حبل الزحف، سبوت لايت، هذا ما نبيش أنا هيك بالطريقة دي، الكاميرا، الكاميرا، حنمرر بإصبع من أعلى إلى أسفل بس مرتين وبسرعة، يعني مرتين بس. أنا صراحة جربتها لما يكون عندك 15 صفحة، ممكن الله أعلم إذا كان عندك 14 صفحة أو 13 صفحة يمشي حتى الموضوع هذا أو لا، الله أعلم، لكن بحكم أنه كان عندي 15 صفحة فجربت الطريقة دي نفعت معي، وبالصدفة طبعا خرجت معي. صفحتي واحد من 15 ثانية، نمرر بإصبعي من أعلى إلى أسفل مرتين وبسرعة، تو أنا هيك حاليا قاعد في صفحة صفحتي 15 من 15 15 تعديل، من 15، مرت بإصبع من أعلى إلى أسفل بسرعة وأنا قاعد الصفحة الأولى، جاني على سبوت لايت وعلى طول مشان الصفحة 15 من 15. حبيت أشارككم بها هذه الفكرة، رسالة واتساب، وتقبلوا تحيات أخوكم داود. أرسال زر،